عليه. فنحن يجب أن نعيش ما عشنا في روحنا في فكرنا ما شريعتنا ما ربنا عز وجل وفي حدود استطاعتنا. معنى استطاع مثلا نخترع ساعة سلفية يكون مربطة من هود معنى استطاع، لكن أنا استطاعني ومن هنا هود هاي ما إجت. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، لا يصبغون شعورهم. ربنا عز وجل بحكمته البالغة فرض على البشر أطوار، أطوار هو جنين في بطن أمه، أطوار هو يمشي على أرضه هيك هيك. من هذه الأطوار أن يبدأ الشيء، أي الأستاذ خالد بدأ الشيء يبشر بالنور يعني إن شاء الله إيه. وهذا البياض مفروض على البشر كلهم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. إجا الشرع وضع تمييز، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. إذن المخالفة غاية مقصودة من الشاعر الحكيم، المخالفة قصد المخالفة للكفار أمر مقصود. فنحن نخالف اليهود والنصارى فيما نص عليه الشارع مباشرة، ثم فيما يشير إليه الشارع الحكيم بقوله أنه كان يحب إيش موافقة أهل الكتاب قبل أن ينهى عن ذلك، كان يسدل شعره ثم فرق بعده. حديث هكذا في صحيح البخاري، كان يسدل شعره ثم فرق. ليه؟ هيك كانوا أهل الكتاب من قبل. الرسول عليه السلام نشأ كما تعلمون أميا، والإسلام نزل عليه تدريجيا، ما نزل طفرة واحدة بكل أحكامه اللي لا تعد ولا تحصى. رأى أهل الكتاب حالتهم أحسن من الوثنيين المشركين، قومه الذي عاش وجد بين بارانيهم، وجد اليهود والنصارى أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من المشركين. شو كانوا يدون يعملوا أهل الكتاب؟ يسدلون شعورهم. فهو فيما بعد فرق، متى؟ حينما بدأت الأحكام تنزل عليه من رب الأنام، فيها تارة تصريحا وتارة تلويحا بمخالفة أهل الكتاب. من ذلك الحديث السابق، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. إن اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين والملاحدة كلهم يضعون الساعة في شمائلهم، نحن علينا نضعها في أيماننا مخالفة. أنا لا أقول هذا من باب التشبه، لكن أقول هذا من باب المخالفة. مع الأسف الشديد اليوم قليل جدا جدا من أهل العلم فضلا عن من دونهم من طلبة العلم، فضلا عن عامة الناس والرعاء من الناس، لا يفكرون أبدا بشيء جاء به الإسلام ويحض فيه أتباعه ألا وهي مخالف الكفار. ألا كأنه ليس من أحكام الشريعة، مع أن أحكام الشريعة صريحة في هذا الحكم، ومن أقواها إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفوهم. إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. اليهود لا يصلون في نعالهم، المسلمون اليوم شو بيسووا؟ ما بيصلوا في نعالهم. لو رأوا أحدا منا يصلي في نعله
أقاموا عليه القيامة. هذا نجس، هذا كيف تصلي فيه إلى آخره. ويعجبني الأثر التالي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس حضرت صلاة وأقيمت الصلاة وفيهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري. أبو مسعود من فضله وكماله، وهذا خلق يجب علينا نحن أن نتخلق به إن صح التعبير، أن نتخلق به يعني أن نتمسك به. ما هو هذا الخلق؟ خلق التواضع، خلق أن نعرف حق الناس ومنازل الناس ومراتب الناس. هذول الصحابيين جليلين، ابن مسعود وابو موسى في المسجد وقيمة الصلاة، من يتقدمهم؟ إذا سمعنا قول الرسول عليه السلام في حق ابن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هو ابن مسعود، تعبير عربي جميل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وبعض العاجم متخيتنا لا سمع الله، شو هالدورة واللفتة هاي؟ ابن أم عبد، قول ابن مسعود انت، لكن هاي أجمل. إلى إيش؟ تراوي إلى نغمة خاصة. من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، منقبة عظيمة جدا. من طرف الثاني أبو موسى الأشعري، مر به عليه السلام ليلة وهو يقرأ القرآن فأصغى إليه فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام، لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. لما أصبح الصباح وقص عليه الرسول القصة قال: والله يا رسول الله لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. الشاهد أنه كل واحد له فضله، وكل واحد يسوء له أن يصلي بالناس إماما، لكن ابن مسعود كان له فضل في هذا المجلس لأنه كان هو السابق في التقديم، فقدم أبا موسى الأشعري لما يعلم من فضله وسابقيته في الإسلام وتزكية الرسول له عليه السلام بمثل هذا الحديث وغيره. تقدم صلى، لكن ماذا فعل؟ كان منتعلا فنزعنا عليه ليصلي بالناس. قال: ما هذه اليهودية، هو الشاهد، ما هذه اليهودية، أفي الوادي المقدس أنت؟ اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، أنت يا موسى بالوادي المقدس وربنا أمرك بأنك تخلعنا عليه. الشاهد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم. المخالفة اليوم منسوخة من أذهان أهل العلم فضلا عن غيرهم، فيجب أن نحييها أولا في سويداء قلوبنا، وثانيا في منطلقنا في حياتنا وفي أعمالنا، وهذا من هذا الباب. نعم. كيف يخالف اليوم عن نراهم يربون الحافظ؟ السؤال خطأ،
ما شاء الله يعني اليوم أسئلة كثيرة لكنها كلها بتتصحيح يعني. كل فائدة متضاعفة. أي نعم. نحن منقول منجيب أحاديث إن اليهود والنصارى لا يسبقون. أنت الآن بتقول هم بربوا لحاهم. هذا خطأ يا أخي. الصحيح أنك تقول يوجد فيهم من يربي لحيته. لكن ما تأخذني إذا قلت لك لو أنك قلت هيك رح يجيك سؤال من عندي، طيب والآخرين شو بيسألون؟ حتى اللي بيهدوا هيجيك سؤال ثالث، هل بيهدوا أكثر ولا هل بيعفوا؟ رح تقول هل بيهدوا أكثر، وإذا بتشوف حالك صغط السؤال ما له قيمة. فهيجي هذا العقل الباطني مشتغل، بس ما بيكون طبعا مدعو من السماء وإنما مدعى من الأرض. بيوحي للسائل أنه يعمم السؤال، وإذا كان المجيب يعني شغل نقول يعني مغربلة مثل خير كنحنا يمشي السؤال عليه وهكذا إلى الجواب. لكن لا، أردنا بفضل سنة نبينا عليه السلام نادرا ما تفوتنا زغلة من الزغل العلمي هذا في الأسئلة التي تأتي خطأ. فإذا السؤال أنه هن بيعفوا خطأ، هن هلا جبنا نقول هن بيحدوا ولا بيعفوا، شو بنقول؟ ولا عبرة بغالية؟ بيقول ما بيحدوا ولا بيعفوا، إذا سقط السؤال. نعم. وإذا بدك تدندن وما أظنك بمدندن أن هذين القلة اللي بيفعلوا بدك قمنا وزن جواب معروف أيضا. رح أفرض لك الآن أن سؤالك صحيح أنه هم بيقفوا لحاهم كلهم مثل حكايتنا. طيب القوة للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين أم العكس المشركين يتشبهوا بالمسلمين؟ ما هي القوة؟ قوة شخصية أن يتشبه المسلمون بالكفار ولا أن يتشبه الكفار بالمسلمين؟ وهي يتشبهوا الكفار بالمسلمين في ظن السائل أنه أنا بيعفو عن لحاهم، فشو المشكلة فيها؟ عم يتشبهوا فينا أحسن ما نحن نتشبه فيهم. الحق والحق أقول، هذا معروف في علم الفلسفة، في فلسفة الأخلاق كما يقولون اليوم، أنه الشعب أو الأمة القوية في شخصيتها تفرض سلوكها وأخلاقها وآدابها على الآخرين، والعكس بالعكس. يوم كان الإسلام دولة وكان المسلمين صورة، إلى عهد قريب كنت تجد الغربي يأتي بلاد الإسلام هو متعبي بتحكي حاطط عباية، مش جاي لابس بنطلون وجاكيت، لكن دارت دولة المسلمين وقوتهم لأنه شافوا الكفار أنه هدول المسلمين عم يتشبهوا فيهم، فما عاد لهم هالشخصية هاي حتى هن الكفار تشبهوا بالمسلمين. فالخلاصة يا أخي، إذا كان الكفار أخذوا بشيء من آداب المسلمين وأخلاقهم فذلك يستدعي أن يزداد المسلمون تمسكا بدينهم وأخلاقهم، لأنه ازدادوا علما بأن ما جاءهم به نبيهم عليه السلام هو الحق وهو الدين الحق. ومن الأدلة ما أقول والدليل، ومن الأدلة على ذلك أن هذول الكفار تبينت لهم هذه الحقيقة كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق.
وفي أنفسه. إذا ما في إشكال أن يوجد في الكفار من يعفو عن لحيته، مع أن مع الأسف وإن شاء الله ربنا بكثر سوادهم وبيصيروا أصحابين لها، بس ما على حساب المسلمين هذين كبيركم ونحن من أهل إيه؟ لا، وإنما أمتن نحن حافظين على آداب نبينا عليه السلام وأحكامه، وهني بعدين فليتشبهوا بنا وما نتشبه نحن بهم. شيخنا لا يقال شيء أيضا لهذا أن الأمر بعفو بإعفاء الله ليس متعلقا بمخالفة المشركين فقط. قلناه مرارا.